وتمام كده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن موبايل من شركه شاومي، اكتر موبايل قالب الدنيا في السوق، اكتر موبايل يعني عليه موجه من الغضب والزعل بسبب التسعير بتاعه، واكتر موبايل انا شايف برغم ان هو فيه موبايلات تتفوق على الفئه السعريه بتاعته من حيث الباكج والمواصفات، الا ان هو مازال بيقدم مواصفات نوعا ما ابهاريه وبتميزه عن باقي الموبايلات. الموبايل اللي بتكلم عنه النهارده هو البوكو اكس 3 جي تي. يعني احنا بنتلخبط ما بين موبايلات شاومي، لان شاومي كل يوم بتنزل موبايل باسم شبه الموبايل اللي قبليه، ولكن خلينا نركز ان دي النسخه الجي تي من البوكو اكس 3. في عندنا البوكو اكس 3 برو وعندنا البوكو اكس 3 ان اف سي اللي نزل قبليهم، فاحنا دلوقتي مع النسخه الجي تي. فقبل ما نتعمق في الكلام ونبتدي نفصص العيوب بتاعه الموبايل ونفصص برضو المميزات والحاجات اللي بتميزه، لازم تحت الفيديو اعمل لايك للفيديو ده واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس. فيلا بينا نبدا الفيديو بتاع النهارده. واول نقطه هنمسكها في الموبايل هنا في البوكو اكس 3 جي تي هي التصميم. الموبايل كان نفسي الصراحه ان هو يجي بتصميم جديد، تصميم مختلف، حاجه كده تحسست ان احنا طلعنا في السعر شويه من البوكو اكس 3 برو والبوكو اكس 3 ان اف سي. ولكن الموبايل هنا يعني هو مش احسن تصميم ممكن تاخده من موبايل في الفئه السعريه دي. موبايل بيجي بتصميم من الظهر من البولي كربونايت، من البلاستيك اللي بيلمع اللي بيلحوس اللي جذاب جدا للبصمات. يعني بالنسبه للون الاسود او النسخه اللي معايا نسخه الجراي او الدارك جراي، بتيجي كده تحس ان هي عليها رشه من الجليتر. موضوع غريب جدا، مش عارف شاومي ليه عملت الموضوع ده في الموبايل ده. والاطار بتاع الموبايل من البلاستيك اللي احنا متعودين عليه من شاومي في سلسله البوكو اكس 3، فالموبايل ما بيقدمش حاجه ثوريه في جزئيه الديزاين. لو قلبنا الموبايل للواجهه الاماميه، فبالنسبه لموبايل في فئه سعر 6000 جنيه فيما فوق، الموبايل الواجهه الاماميه بتاعته فيها حواف زياده. الموبايل بيجي بشاشه من نوع اي بي اس ال سي دي، بتيجي بريفرش ريت 120 هرتز، تقريبا ما فيهاش حاجه مميزه قوي عن شاشه البوكو اكس 3 برو. فالشاشه هنا مش هتكون اكبر عامل ابهار في الموبايل. عندك هول بانش او بانش هول او ثقب في الكاميرا الاماميه، وده حجمه كبير شويه. الجديد بقى في الموبايل ده واللي شاومي قدرت تظبطه هو وزن الموبايل. فبعد ما كانت سلسله البوكو اكس 3 كانت بتيجي باوزان غريبه بربع كيلو و219 جرام والكلام ده، الموبايل هنا وزنه 193 جرام، فدي حاجه كويسه جدا. هم يعني حافظوا على نفس التوليفه بتاعت شاومي الاعتياديه اللي احنا عارفينها، وفي نفس الوقت قللوا الوزن بتاع الموبايل. المميز هنا بقى في الموبايل واللي شاومي حط عليه جزء كبير جدا من الدعايه بتاعتها هي الاداء بتاع الموبايل. الموبايل هنا بيجي بمعالج رائد من شركه ميديا تيك، هو الميديا تيك دايمينستي 1100 5G. المعالج ده المفروض هو بيقدم تجربه استثنائيه، ومع التجربه والاستخدام الطبيعي للموبايل المعالج ما اثرش في حاجه، وده الطبيعي في الفئه السعريه دي. انت عندك في الفئه السعريه دي معالجات زي الكوالكوم سناب دراجون 870، عندك معالج زي الكوالكوم سناب دراجون 865، فطبيعي ان في الفئه السعريه دي ما تلاقيش معالج ياثر معاك في حاجه. الجامد بقى والمميز في المعالج ده والابهرني فعلا ان هو بيوصل لفريمات عاليه جدا في العاب مختلفه زي اسفلت 9 مثلا، وبيفضل مستقر على الفريمات. ان هو مثلا وصل ل 60 فريم او 50 فريم ليكن مثلا رقم مجازي، فبيفضل ثابت على الرقم ده ويديك تجربه مستقره جدا، ودي حاجه ممتازه افضل بكتير جدا من ان انت توصل ل 60 فريم مثلا وتقعد تنزل ما بين 40 ل 60 35. وسبب ده ان تقنيه او دقه التصنيع بتاعت المعالج هنا 6 نانومتر، فده مخلي استهلاك الحراره قليل جدا. المعالج ما بيطلعش حراره تقريبا، اقصى حراره وصل لها الموبايل هي حوالي 40 او 40 درجه ونص، ولكن مع المباراه انت عندي الايفون 12 برو ماكس بيسخن في الاستخدام العادي بتبقى درجه حرارته 43 و44. فيعني دي حاجه استثنائيه جدا في الموبايل ده. فالموبايل هنا نقدر نقول عليه ان هو يكسب لقب وحش الجيمنج او الموبايل الممتاز والمستقر وافضل تجربه للجيمنج في الفئه السعريه دي بامتياز، بغض النظر عن اي منافسين ليه. الموبايل هنا بيدي ميزه استثنائيه وهي استهلاك الطاقه القليل، وكمان انبعاث الحراره اللي اقل من اي موبايل بنفس الفئه السعريه دي وحتى من البوكو اف 3. نروح بقى للميزه الابهاريه اللي بتميز الموبايل ده واللي حرفيا خلتني مبسوط وانا بستهلك البطاريه وبرجع عشانها تاني. الموبايل هنا بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير مع 6 نانومتر بتوع المعالج. الموبايل هيدي لك استهلاك ممتاز جدا للبطاريه. ضيف على ده ان الموبايل بيجي بدعم للشحن السريع جدا في الفئه السعريه دي اللي هو 67 واط، مع الشحن السريع موجود في العلبه من شاومي، فالموضوع ممتاز جدا. فدي حاجه استثنائيه بالنسبه للبطاريه بالحجم ده. فانا كعبد الرحمن راضي عن استهلاك البطاريه والشحن السريع موجود في الموبايل ده. من الحاجات كمان اللي عجبتني في الموبايل ده وهي تجربه السماعات الاستيريو. فالموبايل هنا بيجي بدعم لتقنيه الدولبي اتموس، بيقدم تجربه استماع وصوتيات ستيريو ممتازه جدا. السماعات هنا فرقت او مختلفه او محترمه اكتر من الموجوده في الاكس 3 برو والاكس 3 ان اف سي، فاثني عليها الصراحه من تجربتي المطوله ليها. وكمان في نقطه ان موتور فايبريشن هنا احسن يعني بمراحل عن الموجود في البوكو اكس 3 برو. لو احنا بنتكلم على فئه الاكس 3 من شركه بوكو او من براند بوكو، فالفيدباك اللي بيدوا لك الموبايل
الموبايل من النقرات واللمسات، وان انت تقلب كده في الترس او تفتح مثلا الكلوك، برنامج الكلوك، برنامج الساعه، وتقلب في التايمر مثلا. الحاجات دي كلها الموبايل بيدي لك احساس ورده فعل ممتازه جدا ومرضيه جدا بالنسبه للموبايل في الفئه السعريه دي. وحط مليون خط تحت موبايل في الفئه السعريه دي، لان الموبايل ليه منافسين اقوياء من نفس الشركه. بالنسبه لبقيه الكماليات بقى، فالموبايل بيجي لك بتوليفه شاومي اللي احنا عارفينها، منفذ اليو اس بي تايب سي اللي موجود من تحت، مايك اساسي للمكالمات، ومايك تاني اكتيف نويز كانسلنج من فوق، وجنبه هتلاقي الاي ار بلاستر او مستشعر الاي ار عشان تستخدم الموبايل كريموت. في حاجه ضايقتني هنا في الموبايل، الموبايل ما فيهوش منفذ كارت ميموري خارجي، يعني عشان ما ياثرش على سرعه الموبايل وعلى الذاكره السريعه اللي موجوده فيه. فوانت بتشتري الموبايل اختار المساحه المناسبه ليك ما بين ال 128 جيجا و 256. ننقل بقى لنقطه الكاميرات. الموبايل بيجي بثلاث كاميرات في الجهه الخلفيه، ممكن نختصرهم في كاميرتين: الكاميرا الاساسيه بدقه 64 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه بدقه 8 ميجا بكسل الترا وايد، وعندك كاميرا ثالثه مايكرو بدقه 2 ميجا بكسل ملهاش اي 30 لازمه. ولو رحنا للجهه الاماميه وفي الثقب اللي موجود في الجهه الأمامية في الشاشة، فهتلاقي كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، ويعني بفتحة عدسة f2.5 اللي ما زالت شاومي محتفظة بيها في كل موبايلاتها في الفئة المتوسطة والفئة المتوسطة العليا. الكاميرا بتاعة الموبايل هنا مش استثنائية، مش إبهارية، مش كاميرات اللي هو إن أنا كنت منتظر أشوفها في الفئة السعرية دي بعد خيبة الأمل في البوكو F3 وبعد تجربة الكاميرات اللي مش مرضية خالص في الـ 200 تي مقابل الأرقام اللي كان بيديها لنا. فالموبايل هنا مش احسن حاجه تجيبها لو انت بتعتمد قوي على الكاميرات وحابب ان انت تاخد تجربه تصوير استثنائيه. هو الموبايل بيطلع تجربه تصوير كويسه، لكن بمجرد ما بتخش في اضاءه متوسطه الموبايل بيبان عيوبه وبيبان النويز. اي كائن حي بيطلعه فامباير والسكين تون بيروح في 60 دقيقه، ودي كلمه حق كده الواحد لازم يقولها. لو انت جايب الموبايل الكاميرات فما تفكرش في البوكو اكس 3 جي تي. هسيبكم دلوقتي مع فيديوز متصوره بالكاميرا الخلفيه الاساسيه وبالكاميرا الاماميه بالموبايل ده عشان تعرفوا تجربه الصوت والتصوير عامله ازاي فيه. دي تجربة تصوير فيديو من البوكو اكس 3 جي تي في اضاءة نوعا ما قليلة، يعني احنا دلوقتي في جراج واضاءة قليلة، مفيش اضاءة شمس تقريبا. فدي التجربة بتاعة تصوير الفيديو بالموبايل ده على اعلى كواليتي 4K. دي بقى تجربة تصوير فيديو بالكاميرا الامامية في البوكو اكس 3 جي تي، يعني برضو الاضاءة قليلة نوعا ما عشان نشوف الكواليتي بتاعت. هو في اضاءة بس يعني نوعا ما التوزيع بتاعها زي الزفت. عم بيتر ايه رايك يا اسطى؟ مش بطاط. بالمختصر ايه الحاجات اللي عجبتني في الموبايل وايه الحاجات اللي ما عجبتنيش كده في الاخر عشان نلم الدنيا كده في دقيقه ونص. اول حاجه عجبتني هي وزن الموبايل الخفيف اللي شاومي قدرت تظبطه، الاداء بتاع المعالج كويس نوعا ما، الشحن السريع 67 واط لان البطاريه 5000 او في نفس الرينج ده، انت ما بتاخدش حاجه استثنائيه، كل البطاريات في نفس الفئه السعريه دي بتقدم لك الاداء ده. فالمميز هنا هو الشحن السريع 67 واط وتجربه السماعات الستيريو المرضيه جدا وموتور الفايبريشن. الموبايل بيقدم لك شاشه من نوع اي بي اس ال سي دي في عز ما موبايلات كتير في نفس الفئه السعريه بتجيب شاشه من نوع اموليد وبيفرش ريت 120 هرتز من نفس الشركه. عندك برضو بعض التضحيات زي التصميم والخامات، دي حاجه مضايقاني جدا، وعندك الاطار البلاستيكي برضو مضايقني، وبروز الكاميرات وتجربه الاداء بتاعه الكاميرات اللي هي مش افضل حاجه. لكن لو انت جايب الموبايل اداء صرف، انا عايز موبايل للاداء وبس، فالموبايل هيقدم لك تجربه كويسه. ولو انت عايز الموبايل ده بالذات ومعتمد عليه في الاداء فمش هيأثر معاك خالص. دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوها في كومنت تحت الفيديو ده، وقولوا رايكم في الموبايل. انا شايفين ان هو يعني بالبلدي بيقدم قيمه مقابل سعر زي ما شاومي معودانا، ولا الموبايل ده فلت منهم عدى كده ومش بيقدم احسن قيمه زي ما احنا متعودين؟ كل ده اكتبوه في كومنت تحت الفيديو. لسه مش فاكر اعمل لايك تحت الفيديو، اعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس. وكان معاكم عبد الرحمن هواري، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.